أكيد. طيب على أي حال خلينا نروح نتعرف على حالة الطرق والمحاور في شوارع مصر من منا. يا رب تكون الأخبار لطيفة. كله تمام، بس اللي بتقولوه ده هو اللي احنا شايفينه. يعني هو احنا عندنا طفرة كبيرة جدا في الطرق والكباري والأنفاق. الفكرة نفسها بتاعت البنية التحتية بقت موجودة ومتوفرة زي ما احنا شايفين. هنشوف بقى الطرق والكباري حصل فيها ايه، ونشوف دلوقتي الوضع عامل ازاي. نتعرف دلوقتي على حالة الطرق والمحاور في شوارع مصر من لميا حمدين. صباح الخير عليك يا لميا، يا ترى انت فين والطريق عندك عامل ازاي؟ بصبح عليكي منى وعلى زمايلي في الاستوديو وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقه زي ما انت قلتي يا منى وحسام وجمانة، انه فعلا مشروعات الطرق والكباري اللي موجوده مش بس في سيناء، كمان في مصر كلها بنشهدها. في كل جوله مروريه احنا بنلف في الطرق والمحاور كلها، وبنلاقي صحيح مشروعات قوميه كتير، وبنلاقي في تطوير كتير في الطرق والمحاور المختلفه بنتابعها كل يوم. النهارده احنا عند حدائق الاهرام ومتجهين للطريق الدائري. الحقيقه في سيوله مروريه زي ما الجميع بيشوفوا، في حاله يعني بقالنا كام يوم بنشهد كده حاله من السيوله المروريه اللي على كافه الطرق والمحاور في القاهره وفي الجيزه، واظن واتصور ان هي في كافه المحافظات. بس طالعين كلنا بقى، فالناس مش كلها بتنزل دلوقتي اشغال. كمان كنت عاوزه اتكلم انه في انتشار مروري كبير على كافه الطرق والمحاور المختلفه للتعامل حتى مع اي كثافات ممكن نشوفها في الذروه سواء الصباحيه او المسائيه، خصوصا على اعلى محاور الجيزه وفي الشوارع المهمه اللي الناس اغلبها بتقصدها زي شارع الجيزه والنيل السياحي والهرم والبحر الاعظم. وكمان محور 15 مايو في سيوله مروريه تابعناها على مدار الايام اللي فاتت والنهارده كمان، وانتظمت كمان حركه سير السيارات في ميدان التحرير ومنطقه وسط البلد، ومحور 26 يوليو وكوبري اكتوبر. كمان الطريق الدائري اللي احنا متواجهين عليه دلوقتي في سيوله مروريه للي جاي خصوصا من الاقاليم عبر الطريق الزراعي، وكمان المتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي ومتجه لمناطق الجيزه. كمان في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه البساتين وزهراء المعادي. ودي كانت جولتنا المروريه الاولى، وهنتابع معاكم على مدار يعني الدقايق والساعات بتاعت برنامج صباح الخير يا مصر الجوله المروريه من اماكن ومحاور مختلفه. اليكي منى. شكرا ليكي لميا، هنرجع لك تاني على مدار الحلقه نستكشف المحاور المختلفه والطرق كمان، تطمنينا في سيوله وفي انسيابيه ولا لا. خلينا نرجع تاني لجمانة والحسام ونكمل مع بعض حلقتنا. اتفضل. شكرا جزيلا يا منى. وشكرا كمان للميا.